بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، وعلى ولدك الشهيد المظلوم والغريب المسموم سيدنا وإمامنا أبي جعفر علي بن محمد الهادي عليهما السلام، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا راكب الشدنية الوجناء، عرج على قبر بسامراء. كلنا مشتاقين الروح هناك، وكلنا نتمنى لو مثل هالليلة أرواحنا وأجسادنا تطوف حول ضريحه سلام الله عليه. يا راكب الشدنية الوجناء، عرج على قبر بسامراء، قبر تضمن بضعة من أحمد وحشاشة من مهجة الزهراء. قبر تضمن من سلالة حيدر بدرا يشق حنادس الظلماء. قبر على شرفا على هام السماء، قبرين على
شرفا على هام السماء وعلى بساكنه على الجوزاء بعلي الهادي إلى نهج الهدى والدين عاد مشتت الأرجاء يا ابن النبي المصطفى ووصيني وابن الهدى السادة الأمناء أنا أوك بغيا عن مرابع طيبة أشخصوه بأبي هو وأمي أنا أوك بغيا عن مرابع طيبة وقلوبهم ملأ من الشحناء فقضيت بينهم غريبا نائيا بأبي فديتك من غريب نائي قاسيت ما قاست فيهم صابرا لعظيم داهية وطول بلاء سيدي فلأبكينك ما تطاول بالمدى ولا أمزجن مدامعي بدمائي أمزج دموعي بدمائي مواساة لمن ها يا شيعي يا موالي تواسي منه في مثل هالليلة تعزي منه أعزي أم المصائب التي تفقد في كل يوم واحدا من أولادها مات أولادك يا بتولة تشعب الروح مسموم هذا وذاك يم حسين مذبوح وانتي عليهم يا بتولة لازم النوح ليل ونهار بكل صباح وكل مسيح شبان شبان يم حسين وغصون رطيبة ما واحد إلا وانقصف عمره غصيبة غصيبة وانت عليهم لابسة ثياب المصيبة قلبك مجرح يا بنت خير البرية أولي ننصب الماء تما تقولوا يا فجيعة يا فجيعة جم فجيعة وفجيعة فجعت بها فاطمة
ننصب الماء تما تقولوا يا فجيعة للي نذبح ضامه وعلى صدره رضيعة رضيعة لو للإمام اللي نشر مذهب الشيعة جعفر من المنصور قاس كل رزية ما تنحصى والله مصايبهم بتعداد الله الله يا مسجون امتلت شبان وولاد بالأمس موسى ظل رمية بجسر بغداد بين الأعادي جثته ظلت رمية شنو جواب فاطمة ما تبرح إلا والدمع بالخد بادي انت سألوني يا خلاك كلهم أولى لكن مصاب حسين ساطيفي فادي واعظم علي اهلا نع الناعي انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. هدية إلى سيدنا ومولانا ومقتدانا علي الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام. ارفعوا أصواتكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. عاش إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه في زمن ضعفت فيه الدولة العباسية، أصابها الضعف والهوان على جميع الأصعدة، على صعيد الجانب السياسي وعلى الصعيد الاجتماعي وعلى الصعيد الثقافي. أصبحت دولة مهزوزة مهترئة، وبالتالي لاقت الدولة العباسية الكثير من صنوف الهوان والاضمحلال والاندثار. هذا الضعف يعود إلى زمن المعتصم، لأن المعتصم أدخل 170,000 جندي تركي إلى بغداد، خلاهم هم قادة الجيش، هم الجنود، هم المسؤولين عن حماية الدولة العباسية. وهذا 170,000 رقم مو عادي في ذاك الزمن، يعني يشكل شعب كامل. 170,000 في بغداد القديمة، تتخيل مو بغداد الآن. هذول شيئا فشيئا استفحل أمرهم، صاروا يلعبون بمقدرات العباد والمجتمع البغدادي. يذكرون بعض المؤرخين يقولون كان الجنود الأتراك يأتون
إلى سوق بغداد. سوق بغداد كانت شوارعه ضيقة، أزقته ضيقة جدا. هذا البايع اللي حاط له بسطية، وهذا اللي حاط بضاعته ويترزق رب العالمين، يجون هم بخيولهم يسحقون على البضائع، وإذا أكو أطفال يمشون يسحقون، النساء تهتك. فضج أهل بغداد إلى المعتصم، قالوا له إما أن تخرج جيشك من بغداد، وإما نرميك بسهام السحر. قالهم وما سهام السحر؟ قالوا له صلاة الليل. عندنا النبي صلى الله عليه وآله في الرواية يقول اتق دعوة المظلوم، دير بالك اتق دعوة المظلوم، فإنها تخرق الحجب السبعة، والعياذ بالله. الآن لسبب أو لآخر طلع المعتصم بهذا الجيش، طلع من بغداد وصار يدور على مكان، إلى أن وصل إلى سامراء، أعجبته هذه الأرض فعسكر فيها الجند. صارت في بدء الأمر الحكومة العباسية بغداد ومعسكر الجنود في سامراء، ومن هنا لقب إمامنا الهادي وإمامنا الحسن العسكري بالعسكريين، لأنهما لما أشخصا من أرض المدينة ونزلا أرض سامراء كانت عسكرا في أصلها للجند، معسكر للجند، فلقبا بالعسكريين بلحاظ اسم المكان. فإذا هذا كان بداية الضعف، أنه دخل أتراك بهذا العدد الضخم إلى الدولة العباسية، شوي 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 صاروا يتحكمون. إلى زمن المتوكل وما بعد المتوكل صار الخليفة العباسي خصوصا بعد المتوكل ما يحل ولا يربط، هذا المستعين والواثق وغيرهم ما يحل ولا يربط، حتى قال الشاعر خليفة في قفص بين وصيف وبغى، يقول ما قال له كما تقول الببغى. هذا اثنين وصيف وبغى، واحد اثنين من الندماء وغيرهم الكثير اللي هم أساسا هم اللي يتحكمون بمقدرات الشعب. طيب في نفس هالوقت اللي أنا ألقي لك هالنظرة على ضعف الحكومة العباسية في زمن الإمام الهادي، إلا أنهم في نفس الوقت كانوا أشداء على أهل البيت وعلى شيعة أهل البيت وعلى أتباع محمد وآل محمد. يعني ما تقول هذا ضعفهم وهوانهم، يوم خليفة يسجن يوم ثاني يثور جماعة يقتلون الخليفة العباسي ويطلعون هذا اللي بالسجن ويصير هو الحاكم، هذا الضعف والهوان. قول خلاهم يلتهون شوية، يبتعدون عن أهل البيت وعن شيعة أهل البيت، الله وكيلك. لا، الهوان والظلم والإيذاء والاعتداء على أئمة أهل البيت وعلى شيعتهم قائم على قدم وساق. ونفس هذا شلون يقول الشاعر أسد علي وفي الحروب نعامة، يتعنترون على أهل البيت وعلى شيعة أهل البيت، لكن أمام الأتراك ما يقدرون يتكلمون ولا كلمة. زين، أنقل لك فرد مثال في زمن المتوكل. المتوكل كان معروف بشدة بغضه لأهل البيت وشيعة أهل البيت. المتوكل أراد أن يسوي شائعة يدمر بيها سمعة الإمام الهادي سلام الله عليه، على كثرة المشاكل الموجودة. لكن هذا فكرة، هذا ذهنه شلون يحبط وفي رأيه يذل أهل البيت وحاشاهم بأبيهم. شنو سوى؟ قال تعال ندعو عليا الهادي على مائدة الخمر، ثم نشيع بين الناس أن ابن الرضا جلس مع المتوكل على مائدة الخمر، خلاص يسقط في عيون الناس. الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري ثلاثتهم كانوا يطلقون عليهم أبناء الرضا، يعرفون بأبناء الرضا،
يعني الإمام الجواد يقولون جاء ابن الرضا ذهب ابن الرضا، الإمام الهادي يقولون جاء ابن الرضا ذهب ابن الرضا، للصيت العظيم الذي كان عليه الإمام الرضا عليه السلام. طيب ندماء قالوا له أن تجيب علي بن محمد الهادي على مائدة الخبر، هذا أمر مستحيل، لو ما أدري شو تسوي ما يجي، لكن عندنا خطة أخرى. شنو هذه الخطة؟ قالوا أخوه موسى المبرقع ابن الإمام الجواد أخو الإمام الهادي في المدينة، أنت تستدعي تعزمه يجيك إلى سامراء وتقعد على مائدة الخمر وتقول ابن الرضا جلس مع المتوكل. هم مش مدري هم ابن الرضا منه، الذهن ينصرف إلى من؟ إلى الإمام الهادي لأنه أشهر. فالناس بعد ما راح تسأل يا واحد من أولاد الرضا موسى المبرقع مو معروف. موسى المبرقع على بعض الروايات كان في بدء أمره منحرفا، وكان أكو إلى نقولات أنه شرب الخمر، إن صحت هذه النقولات فقد ثبت في روايات عدة أنه تاب واستغفر وكان من الصلحاء، أكو روايات تذكر أنه في آخر حياته كان من الصالحين. طيب وفي الفعل بالفعل التاريخ يقول المتوكل أرسل وجاب موسى المبرقع معزز مكرم إلى سامراء. منو كان في استقباله؟ الإمام الهادي عليه السلام أخوه. الإمام الهادي جاب موسى المبرقع قعد عنده قال له يا موسى هذا المتوكل ما جايبك لسواد عيونك ولا جايبك لأنه يحبك ولا شفت هالمعزة والكرامة لأنه يحبك، ترى ما يوم من الأيام الواحد منهم أحبنا أهل البيت أبدا، لكن يريد بذلك شيننا، يريد أن يجلسك على مائدة خمره فيقال أن ابن الرضا شرب الخمر، فالناس تتهمني بأني شربت الخمر. هذا اللي يريده موسى. قال لا أنت مشتبه يا أخي، لا المتوكل مو هذا القصد، ما علينا. أصر موسى على الذهاب إلى المتوكل للجلوس معه، قال له ما دمت مصرا فوالله لن تلتقي به ولن يلتقي بك. الإمام المعصوم تكلم قال له ما دام أنت مصر تشوفه والله لا راح تشوفه ولا راح يشوفك. وبالفعل 3 سنوات موسى المبرقع يروح في أوقات مختلفة للقصر، مرة يقلوا له المتوكل مريض، مرة يقلوا له نايم، مرة يقلوا له مشغول، مرة يقول 3 سنوات ما التقى به حتى قتل المتوكل وما التقى بموسى المبرقع. قصدي أن دولة منهكة مثقلة مليئة بالمشاكل مع ذلك بغضهم لأهل البيت يجعلهم دائمي التخطيط من أجل تسقيطهم سلام الله. طيب الإمام الهادي عليه السلام عاصر 6 من طواغيت بني العباس، أولهم المعتصم الذي سمى إمامنا الجواد سلام الله عليه. المعتصم حكم 9 سنوات تقريبا من 218 إلى 227، انت تشوف يعني بعض النقولات التاريخية ويمكن حتى مكتوب في بعض المناهج يعلمون أولادنا عن نخوة المعتصم وغيرة المعتصم وأن امرأة صاحت ومعتصماه وما أدري شنو صار. يكفي المعتصم شينا أنه ثبت أنه دس السم إلى إمامنا، يكفيه شينا، ما نريد نتكلم عن بقية القضايا. سمى إمامنا الجواد عن طريق أم الفضل. طيب منو إجا من بعد المعتصم؟ إجا الواثق. الواثق حكم 5 سنوات، وفي عهد الواثق ما التقى الإمام الهادي عليه السلام بشيعته إلى هالدرجة تضيق، من 200
27 إلى 232 ضيق على إمامنا الهادي وحصر لقاؤه حصرا شديدا. بعدوه فصلوا بين الإمام وبين شيعته إلا لقاءات نادرة جدا. هلك الواثق. إجت السنين الظلماء السوداء سنين المتوكل. 15 سنة يحكم في الأرض. يدخل واحد على من أصحاب الإمام الهادي على الإمام الهادي، جاي من بغداد عند الإمام سلام الله عليه، قال للإمام الهادي: كيف خلفت بغداد؟ قال له: سيدي يعني شلون خلفت البغداد؟ يعني بغداد بغداد يعني الناس عايشة. قال له: كيف تركت الواثق؟ قال له: تركته يحكم خليفة المسلمين. قال له: والمتوكل؟ قال: المتوكل مرمي بالسجن. قال: وابن الزيات؟ ابن الزيات وزير الواثق من أشد أعداء أهل البيت. قال: في خير ونعمة. قال: هذه أخبارك يوم خرجت من بغداد، أما اليوم فقد قتل الواثق وحكم المتوكل وهلك ابن الزيات. يقول هذا سجلت اليوم اللي أخبرني به الإمام الهادي تاريخ. يقول: إلى أن رجعت إلى بغداد، وبالفعل حكومة المتوكل، الواثق ما موجود، ابن الزيات مقتول، فسألتهم متى تولى المتوكل، فكان هو اليوم الذي أخبرني به علي الهادي سلام الله. أنا ذاكر من قبل أو أنتم سامعين من قبل إخواني، واحدة من مصادر علوم أهل البيت عليهم السلام مصحف فاطمة. مصحف فاطمة رواية معتبرة السند عن أبي عبيدة الحذاء: لما مرضت فاطمة واغتمت بعد أبيها رسول الله، كان ينزل عليها جبرائيل يخبرها بماذا؟ بما كان وما سيكون وأخبار الأمم والملوك إلى يوم القيامة. وهذا المصحف كان علي يكتبه وجبرائيل يتكلم وفاطمة تسمع، فكان من ذلك مصحف فاطمة دورة تاريخية ما بها قرآن وموجودة عند أهل البيت. عندنا روايات الإمام الصادق يقول: رأيت في مصحفي أمي فاطمة كذا وكذا، فيها أخبار الأمم. طيب، إجا المتوكل 15 سنة، ويا لها من سنين، كان شديد البغض لعلي بن أبي طالب عليه السلام. يجيب هذولا حاشا السامعين أولاد الشوارع، يجيبهم يحشي بطونهم ثياب ووسائد ويرقصهم في المجلس أمام الناس، يتمثلون ويستهزئون بعلي بن أبي طالب وهم ينادون: خليفة المسلمين الأنزع البطن. المنتصر ابن المتوكل قال له: أبا عيب يا أخي، استحي شوية، يعني إحنا عندنا خلافات شخصية، إحنا عائلة واحدة بني هاشم، عندنا خلافات، ليش ننشر غسيلنا أمام الغرباء؟ خليها بيناتنا، أنت وحدك أقعد براحتك تكلم عن بغضك، بس ليش أمام الناس؟ كان المتوكل قد لعبت في رأسه الخمرة، قال: غار الفتى لابن عمه رأس الفتى، وسب وسب أمه. المنتصر أضمرها في نفسه إلى أن اتفق مع كم واحد من هذول وجابهم وهجموا على المتوكل وأعملوا فيهم السيوف، المتوكل والندماء. يقول المسعودي في مروج الذهب: فقطعت أشلاؤهم تقطيعا حتى سقطت لحومهم في أكؤس الخمر، إلى جهنم وبئس المصير. ما علينا، الناس ضجت من حكم المتوكل، إجوا للإمام الهادي، واحد من أصحاب الإمام الهادي ومجموعة إجوا يم الإمام الهادي، قالوا له: سيدي يا ابن رسول الله، هذه من أولها تقتيل بينا ومنع لزيارة الحسين
وهجوم علينا وعلى أولادنا وعلى أعراضنا. هذا ناوي كم سنة يقعد على الكرسي؟ فالإمام سلام الله عليهم سلام الله عليه تلا قوله تعالى: تزرعون 7 سنين دأبا ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد. شقد صار؟ 14. ثم يأتي من بعد ذلك عام يغاث فيه الناس وفيه يعصرون، صار 15. حسبوها 15 سنة بقي المتوكل، ويا لها من 15 سنة. مو بس منع زيارة الحسين، 3 مرات حرث قبر الحسين، وخلى إبراهيم الديزج يطلع في الطرقات ينادي: من لقيناه يمشي لزيارة الحسين قتل، يقتل، وتهدم داره وتصادر أمواله، ومن عزم على زيارة الحسين أخذ صلب على باب داره. إرهاب. يجيك الإمام الهادي سلام الله عليه يحث الناس على زيارة المولى أبي عبد الله، حتى على الخوف، حتى على الوجل: من زار جدي الحسين على خوف آمنه الله يوم الفزع الأكبر. مرض الإمام سلام الله عليه، مرة من المرات أبو هاشم الجعفري أحد أصحاب الإمام هو يقول: دخلت على الإمام رأيته مريضا، فقال: يا أبا هاشم، هذه بدرة من الأموال، صرة أموال، انظر لي رجلا من أصحابنا يذهب بهذا المال لزيارة قبر جدي الحسين سلام الله عليه، فيدعو لي تحت قبة الحسين. الله يبلغنا وإياكم إن شاء الله. وهذا شهر رجب، شهر زيارة الحسين، هنيئا للي توفقوا وراح يتوفقون يروحون إن شاء الله. يقول أبو هاشم: طلعت شفت لي واحد من أصحاب الإمام، قلت له: هذه أموال الإمام الهادي، مستعد تروح؟ الإمام يريد واحد يروح عنه، يروح نيابة ويوقف تحت قبة الحسين يدعو له. قال له: السمع والطاعة، أنا أروح، لكن عندي سؤال. الإمام الهادي إمام معصوم، وهو إمامنا حي، وإحنا إذا عندنا حاجة نجي إلى إمامنا الهادي نتوسل ونطلب حوائجنا عنده، والإمام الهادي مو بس دعاؤه مستجاب، قبل ما يدعو: إذا أراد الشفاء عبدي أطعني تكن مثلي، أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون. إذا أضمر الإمام في نفسه الرغبة في الشفاء شافاه الله، ما يحتاج يرسل واحد إلى كربلاء ويوقف تحت قبة الحسين ويدعو للإمام الهادي فيشفى الهادي، ما يحتاج. قال له أبو هاشم: أنا أروح أسأل الإمام. راح قال له: يا ابن رسول الله، لقيت أحد أصحابنا يقول السمع والطاعة أروح، لكن عندي هالسؤال: أليس الإمام هو الضريح؟ هو بنفسه إمام، هو تقضى به الحاجات، ما يحتاج يرسلنا هناك. قال: بلى يا أبا هاشم، ولكن إن لله مواطن يحب أن يدعى بها، ومنها قبة جدي الحسين سلام الله عليه. أكو مواطن الله يحب العبد يشوف بها يدعو، ولهذا النبي صلى الله عليه وآله هو أفضل من الكعبة ويطوف بالكعبة، هو أفضل من الحجر ويستلم الحجر، النبي صلى الله عليه وآله أفضل من المسجد مقاما ويبني المسجد ويصلي فيه. إن لله مواطن يحب أن يدعى بها، يعني قلهم: يا شيعة لا تخافون، روحوا زوروا الحسين، اللي يوقف تحت قبة المولى أبي عبد الله يكون محبوبا عند الله. راح المتوكل بضيمه وظلمه وجوره، اجى المنتصر 6 أشهر راح، ثم اجى المستعين وراح، ثم اجى المعتز الظلوم الغشوش. ما فتئ
يدبر الأمور ويتحين الفرص لكي يكيد لإمامنا علي الهادي سلام الله عليه، حتى دس إليه ذلك السم النقيع. كأني بالإمام سلام الله عليه في مثل الليالي التي مضت وفي مثل هالليلة خصوصا على فراش المنية وقد تغير لونه، يرفع رجلا ويضع أخرى، واضعا يدا على بطنه ويدا على خاصرته، يقوم تارة ويجلس أخرى وهو يئن من شدة الألم. إمامنا العسكري جالس عند أبوه يشوف تغيرت ألوان أبوه، صار يلطم على رأسه ينادي وأبتا. التفت الإمام الهادي سلام الله عليه، شاف ابن الإمام العسكري عليه السلام يبكي دموعه تجري على خده، قال له ولدي أبا محمد لم تبكي؟ قال أبا أبكي لما ألم بك من المصاب، أشوفك مسموم وقد أضر بك السم، شلون ما أبكي عليك؟ قال له ولدي أنا جالس على فراشي وأنت ابني تمرضني، ولدي إن كنت باكيا فابكي على من فارق الحياة وشمر على صدره. ابكي على هذا. ثم التفت إليه يوصيه بوصايا، يقول له ولدي أبا محمد إن الذي يطلب بثأر أجدادك موجود في صلبك، يخرج في آخر الزمان يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. يقل له يا ابني يا ابني تدنى واستمع لوصيتي، انت غسلني وشفني واري جنازتي، يا ابني اوصيك بوصية لا تنوح مصيبتي، نوح للي بكربلة بالخيل رضى وجثته. ولدي إن الإمام المنتظر إن القائم من أهل البيت هو في صلبك، هو اللي يطلب بثأرنا، هو الذي يطلب بثأر أمك فاطمة، هو الذي يطلب بثأر رسول الله. رادت الله ياخذ بثار العشيرة والأهل، ياخذ بثار النبي والسقطوا منها الحمل، وياخذ بثار الذي بالفرض والصوم انشتى، وياخذ بثار الذي بالسم جبدا فتتا، وياخذ بثار الذي قطع وريد بكربلة ومن قفاه انقطع راسه ودم نحرا غسله، وجثته ظلت رمية على الصعيد مجدلة، وساقوا العدوان أهله وكل بنينا وعزوته. لكن ولدي أبا محمد هذه المصائب تهون أمام مصيبة عظيمة،
أمام مصيبة تقوم لها السماوات والأرض. قال لك لها المصايب أبا بعد أكو مصيبة أعظم؟ قال له بلا ولدي. وقفوا ذيك الوديعة مكتفة بمجلس يزيد، وصاحوا عليها خوارج بالسكك مثل العبيد. وجدك السجاد يا ابن مقيدين بالحديد، وراس جدنا على الرمح تلعب الريح بشيبته. واحسن فلما انا الامام وصاياه الى ولدي سلمه مواريث النبوة والإمامة، اشتدت العلة على إمامكم الهادي، توجه إلى القبلة مدد رجلي أسبل يدي غمض عيني قرأ شيئا من القرآن، شيع موالين أطبق فاه وفاضت روحه الطاهرة. أين المنادي وإماما؟ صح ونادي وسيدا ومسموما وغريبا. ما مضت إلا ساعة إلا والإمام ممدود على المغتسل، هذا والإمام العسكري يصب الماء عليه بيده الطاهر غسله، والقلب صادي وبالجفن لفة وبالنعاش حط ولها ضجت عيال بالبجاء، وصاح المنادي يا الغرب قوموا وارفعوا جنازة ولينا، شيلوا الهادي يا الغرب ما عنده احباب بعد عن اهله وعن الشيعه بلده جنا، وابن الحسن تجري دموع والقلب ذا. يقول لهم صابك يا بويا زيد الوحشة علينا. قام الإمام سعد الله قبل قلبها وللقبر جاب ونزل والدمع هامي. بالله بعد دقق على الأبيات وأسألك الدعاء. للقبر جاب ونزل والدمع هامي. ايش سوى الإمام؟ حبا وصاح وداعت الله بقلب دامي. وين الذي أصل بني هاشم عمامي؟ خبرهم بفعل العدا والدهر بينا الذين شيعوا الإمام الهادي مع الإمام العسكري. شافوا الإمام العسكري لما نزل مع جنازة أبي اختفى عن أنظاره، ما بين بعد وين. مدوا رؤوسهم إلى الحفرة، رأوا الإمام العسكري قد تمدد بجنب أبي واضعا خد فمه على خد أبيه يقبله ينادي أبا في أمان الله.
أبا في دعة الله أقول سيدي أبا محمد، أنت كشفت أزرار الكفن، وضعت خد أبيك على التراب، وضعت فمك على خده الآخر قبلت. أنا ما أدري زين العابدين لما دفن أباه الحسين وين قبل وين؟ بني أسد هم واقفين وشافوا الإمام زين العابدين اختفى في الحفرة ما شافوا بعد، مدوا رؤوسهم رأوا زين العابدين متمددا بجانب البارية الحصيرة اللي عليها أعضاء الحسين، رأوه انحنى وضع فمه على نحر الحسين مناديا أبا طوبى لأرض تضمنت جسدك، أما حزني فسرمد وأما ليلي فمسغد. وإذا بالحسين سلام الله عليه زين العابرين يريد ينصرف ويسمع أبو صوت من النحر الشريف ينادي بني علي والسدر ضيعي على صدر. يلا وياي أبيات الدعاء. ولم جميع وصال أبوه إلا انكسر وإلا انهشام، حتى قطعت قلبه اللي استخرجها بالسهم. ولم جميع وصال أبوه إلا انكسر وإلا انهشام، حتى قطعت قلبه اللي استخرجها بالسهل، ما بقى غير الكريم على الرمح يبرى الحرام، لفه نزل بقبره وظل يشم بمن حرام، ما غسلوه يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهنا وسيدنا ومولانا تقبل منا هذا القليل بكرمك، عجل في فرج إمام زماننا، جعلنا من أنصاره وأشياعه والتابعين له تحت لوائه، شافي وعافي به مرضانا، اقض به حوائجنا، تقبل به أعمالنا، ارحم به أمواتنا، فك به قيد أسرانا، آمنا في أوطاننا، جماعتي الحاضرين اللهم احفظ